أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن الرياضات التراثية تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من لدن جلالة الملك المفدى، مضيفا أن جلالته الداعم الأول للمحافظة على التراث الوطني، مشيرا سموه إلى أن رعاية ودعم جلالته لتلك الرياضات ساهم في النهوض بها وتطورها وتهيئة المناخ الملائم للملاك والممارسين لمختلف أنواعها، والتي حققت من خلالها مملكة البحرين العديد من النتائج المشرفة في المشاركات المختلفة. وأضاف سموه أن رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله للتراث الوطني كانت واضحة من خلال ممارسة جلالته للرياضات الأصيلة كالفروسية والصيد بالصقور، والتي كان لها الأثر الإيجابي في المحافظة على الحياة البيئية والفطرية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا الجانب، والذي ساهم وبشكل واضح في تنفيذ توجيهات العاهل المفدى للمحافظة على الموروث الأصيل، موضحا سموه أن إقامة موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد ما هو إلا امتداد للمبادرات الخيرة التي يطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد بمواصلة النهج نحو الحفاظ على المكتسبات الوطنية الأصيلة، والتي تمنح الشباب البحريني والخليجي الفرصة بالمنافسة عبر هذه الرياضات التراثية التي تعكس البعد التاريخي للمملكة ودول مجلس التعاون بدول الخليج العربي، متمنيا سموه لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في منافسات هذا الموسم. وفي هذا السياق تبدأ غدا الجمعة بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للصقور، التي تأتي ضمن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته السادسة.